السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا لبرنامج الصحافة الذي نستعرض فيه أخبار الصحف في الجزائر، في المنطقة المغربية وأيضا في فرنسا. بدايتنا دوما مع الصحف في الجزائر. بداية مع صحيفة الخبر، نقرأ في عنوانها البارز: تبون يضع النقاط على الحروف. تحدث عن العلاقة مع فرنسا وخرافاتها وعن المغرب وسقطاته. تحقيقات حول نتائج الرئاسيات وهيئة الانتخابات. التحضير لحوار وطني جامع لتحصين الأمة. حكومة كفاءات سترى النور بعد المصادقة على قانون المالية. وطي صفحة بريكس ومن عرقل انضمام الجزائر خدمها. في ملفها الخبر، تعود للذكرى السنوية للسابع من أكتوبر. طوفان الأقصى يغير مجرى التاريخ في المنطقة. وتعنون غزة ثورة حتى النصر. إلى صحيفة الشروق اليومي، رفع منحة السياحة والحج والطلبة مع استحداث وكالة وطنية لتوازنات الكبرى والاستشراف، وفق الحوار الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون للصحافة المحلية. نموذج مشروع قانون المالية لا يتضمن زيادات ضريبية تمس حياة المواطن. متابعة حثيثة لوباء الدفتيريا والملاريا بأقصى الجنوب والتكفل بكل الأجانب. أقصى العقوبات وغلق فوري وسحب السجلات من المضاربين بزيوت التشحيم. تعنون الشروق اليوم أيضا: تنفيذ فوري لأجندة العهدة الثانية. حوار وطني لتحصين الجزائر من الفتنة. لوبيات تضرب الاستقرار وخلق البلبلة. رقمنة نهائية لكل القطاعات قبل نهاية سنة 2024، ولا ترضى للمغاربة العاملين في بلادنا بصفة قانونية. إلى صحيفة المشوار السياسي، تركز هي أيضا على الموضوع ذاته المتعلق بحوار تبون مع الصحافة الوطنية. رفع منحة السياحة والحج والطلبة لا زيادة ضريبية في قانون المالية 2025. متابعة حثيثة الوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بالجنوب. مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة نحو مراجعة شروط اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة. وعن الانتخابات في تونس، تكتب المشوار السياسي: التونسيون يختارون رئيسهم. إبادة جماعية متواصلة ودمار شامل. تتحدث عن الحرب الإسرائيلية على غزة في ذكرها الأولى. آخر ساعة تعنون: الرئيس تبون يأمر برفع منحة السياحة الحج والطلبة. تعنون أيضا: يعتبر الأول من نوعه وتم تجسيده في سيدي عمار. مشروع عصري يدخل حيز الخدمة في جامعة باجي مختار بعنابة. تفكيك شبكة إجرامية وحجز 4 أختام مقلدة لشركة عمومية للتنقيب عن البترول بخجلة. إعادة الاعتبار لمدير استعجالات بلبوني بتعيينه مديرا لمستشفى البسباس بالطارف. وعما يتعلق بعلاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي وأيضا انضمامها للبريكس، كتبت صحيفة العربي الجديد: تبون الجزائر ستراجع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وطوينا صفحة بريكس. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرب بدء مراجعة اتفاق الشراكة والتجارة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بأوروبا عبر كل من النيجر والجزائر يجري إنجازه على الأرض ولم يبق منه سوى جزء ثالث في النيجر، وشدد على طي بلاده صفحة انضمامها إلى مجموعة بريكس. تبون وفي لقائه التلفزيوني أكد الاتفاق على إعادة النظر ومراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذكر بأنه ليست الجزائر في نزاع مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يرفض المراجعة، وذكر بأنها ستبدأ في العام 2025، وذكر بأن الأمر يختلف تماما عن التسعينيات، مضيفا أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أبرم في وقت كانت فيه الجزائر تختلف عن جزائر اليوم، حيث كانت نسبة مشتركة الصناعة في الدخل القومي لا تتخطى 3%، وأنه كانت الجزائر تستورد المنتجات الفلاحية ولا تصدرها، أي أن الجزائر حين ذاك لم تكن تملك إمكانيات في التصدير. تبون أكد أن الأمور تغيرت والجزائر أصبحت تنتج وتصدر منتجات مختلفة من صناعات تحويلية وكهرومنزلية وغيرها، ذلك تطلب اليوم مراجعة لأن أساس الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي هو التبادل الحر بكل صداقة ومن دون دخول في نزاعات. تبون رد على سؤال حول قرار الجزائر طي صفحة الانضمام إلى مجموعة بريكس
بأنها لا تفكر حاليا في الانضمام إلى المجموعة، وأن اهتمامها منصب على الانضمام لبنك بريكس الذي لا يقل أهمية عن المجموعة أو عن البنك الدولي، مضيفا: كنا نريد الانضمام إلى بريكس لأسباب معينة، ولما رأينا ما آلت إليه المنظمة لأسباب لم تعد واضحة، ومن تسببوا في عدم دخول الجزائر إلى البريكس لن يؤثروا في الجزائر، ومن عارضوا دخول الجزائر ربما أفادوها بعدم الدخول، مضيفا بأن الجزائر لا تفكر الآن تماما في البريكس، وأنها فقط ستساهم بمبلغ 1.5 مليار دولار. تبون في سياق آخر ذكر بأن مشروع أنبوب الجزائر النيجر ونيجيريا قائم وهو قيد الإنجاز، وهو شبه مكتمل بالنسبة للجزائر وبالنسبة لنيجيريا، حيث وصل إلى منطقة كانو، بقي منه 700 إلى 800 كيلومتر يجري إنجازها، مشيرا إلى أن هذا المشروع مفيد لأوروبا بالدرجة الأولى. ما الحديث عن مشروع آخر فهو مشروع مزيف، وهو مشروع سياسي يمر عبر 14 دولة، يحتاج إلى تمويلات كبيرة لن تتوفر له، في إشارة منه إلى أنبوب الغاز الذي يصل نيجيريا بالمغرب عبر عدد من الدول الإفريقية. وفي مداخلات ضيوفنا يوم أمس فيما يتعلق بتغطياتنا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التونسية، كان لضيفنا عادل الحامدي رأي حول هذه الانتخابات، نستمع إليه. ربما الذي أبانت عنه نتائج اليوم، نتائج استطلاعات الرأي التي ذكرتها رويترز قبل قليل والتي تحدث عن 89.2%، ربما أشعر بأنها قد تكون وصمة عار في جبين التونسيين وفي جبين الأجيال الجديدة، علما بأن تقرير رويترز عندما تحدث حتى على نسبة المشاركة كان يقول بأن الذين ذهبوا إلى الاقتراع في غالبيتهم هم من كبار السن، هم من كبار السن، وكبار السن غالبا ما يتم تضليلهم بالإعلام وتضليلهم من خلال أدوات الدولة المعروفة في السابق. ليست لي خلافات شخصية مع الرئيس قيس سعيد ولا مع إدارته، وإنما أرى بأن تونس تستحق أن تكون ديمقراطية، وتستحق الأجيال الجديدة بأن تكون متشاركة ومتسامحة ومتعايشة. أما الكاتب الصحفي جلال الورغي فكان له حديث عن سياق هذه الانتخابات. يعني هذه المحطة الانتخابية مختلفة تماما عن بقية المحطات الانتخابية جرت خلال عشرية الثورة، لأنها محطة انتخابية تأتي ضمن سياق منظومة انقلاب على الدستور، انقلاب على المؤسسات المنتخبة، وإجراءات استثنائية اتخذها الرئيس الحالي رئيس الأمر الواقع، وكرسها حكما وسلطة مطلقة يتصرف في القضاء، يتصرف في التشريع، ويشرع سواء بصفة شخصية أو من خلال مجلسه النيابي الذي يخضع له بالكامل، يشرع بما يضمن بقائه في السلطة. وبالتالي الحقيقة مثل ما أشرت في المقدمة، هذه انتخابات مثيرة للجدل بكل المقاييس. الآن إلى محطتنا للصحف المغاربية، والتي خصص جزء الأسدي فيها للانتخابات التونسية، مع زميلنا نبيل عبداللوي. مرحبا بكم إلى هذه النافذة المغاربية، والتي نخصص فيها الجزء الأكبر لتونس التي شهدت أمس انتخابات رئاسية. بداية من صحيفة الشروق، حسب تقديرات سيغما كونسي، فوز قيس سعيد في الرئاسية ب 89%، 27.7% نسبة الاقتراع، واليوم الإعلان عن النتائج الأولية. والعبروقي تقول بإمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح العياشي زمال مطروحة وقائمة، بحيث أكدت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي إمكانية إلغاء الأصوات التي تحصل عليها المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال المودع بالسجن على ذمة قضايا تتعلق بالتزكيات، مشيرة إلى وجود نص قانوني يبقي هذه الفرضية مطروحة وقائمة.
وإلى صحيفة المغرب بعد غلق مراكز الاقتراع في الدور الأول للرئاسية، مشاركة 2.7 مليون تونسية وتونسي. حسب جمعيات معنية بمراقبة الانتخابات، تسجيل خروقات وتجاوزات خلال يوم الاقتراع. والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية هذا اليوم، فقد أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأن الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية 2024 ستكون اليوم الاثنين 7 أكتوبر على 7:00 مساء خلال نقطة إعلامية بالمركز الإعلامي بقصر المؤتمرات، وأنه مباشرة إثر ذلك وتطبيقا لمقتضيات الفصل 144 من القانون الانتخابي، فإنه سيتم تعليق النتائج بمقرات الهيئة، كما ستنشر بالموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة مصحوبة بنسخ من جميع محاضر الفرز لجميع مكاتب الاقتراع. إلى صحيفة العرب التي هي أيضا اهتمت بالانتخابات التونسية وعنونت: الانتخابات الرئاسية تعيد التونسيين إلى صناديق الاقتراع، مؤشرات أولية ترجح فوز قيس سعيد بولاية رئاسية ثانية رغم تصريحات مسؤول الحملات الانتخابية لمنافسيه التي تؤكد حصولهم على نتائج مهمة في هذه الانتخابات، وهذه الانتخابات تعيد التونسيين إلى الصناديق، حيث سجلت نسبة المشاركة في الانتخابات ارتفاعا لافتا مقارنة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة التي لم تتجاوز فيها نسبة المشاركة 12%. ووصف مسؤول نسبة المشاركة محترمة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث بلغت 14% لتصل في 6:00 إلى 27.7%. إلى صحيفة القدس العربي: استطلاع تونسي يتحدث عن فوز سعيد بالرئاسة، والمعارضة تحذر من تزوير النتائج. فقد كشف استطلاع للرأي في تونس عن فوز الرئيس قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 89%، متفوقا على منافسيه العياشي زمال وزهير المغزاوي، وهو ما رفضه كل من زمال والمغزاوي محذرين من محاولة تزوير النتائج. فقد عبرت حملة العياشي زمال عن رفضها لنتائج استطلاعات الرأي التي أعلن عنها. وكذلك في نفس السياق، قدم حسن الزروقي رئيس مؤسسة سيغما كونساي نتائج الاستطلاع للرأي أجرته المؤسسة، بينما قال المرشح زهير المغزاوي لوسائل الإعلام بأن النتائج التي نشرتها مؤسسة سيغما كونساي غير صحيحة، ودعا المغزاوي هيئة الانتخابات إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في حماية المسار الانتخابي. وإلى صحيفة لوموند الفرنسية التي خصصت مقالات عديدة للانتخابات الرئاسية في تونس، وفي أولاها تحت عنوان: في تونس أعلن الرئيس قيس سعيد الفائز في الانتخابات المقررة مسبقا، بحيث بث التلفزيون الوطني استطلاع للرأي عند خروج الناخبين من مراكز الاقتراع في وقت مبكر من مساء أمس. أعلن فيه عن إعادة الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد بنسبة 89.2% من الأصوات، وبحسب أرقام الهيئة الانتخابية بلغت نسبة المشاركة حوالي 28% فقط. والانتخابات الرئاسية في تونس في ثاني مقال للوموند: قيس سعيد من الوعد بالنزاهة إلى النظام المنغلق. فقد داس المرشح لإعادة انتخابه في انتخابات 6 أكتوبر رئيس الدولة ذو التأييد الواسع تدريجيا على كل إنجازات التحول الديمقراطي الناتجة عن ثورة 2011، واستفرد بجميع السلطات. وإلى موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو: في تونس الرئيس قيس سعيد المنتهية ولايته يعلن الفوز، وأحد منافسيه يطلب من الجيش التدخل لحماية مستقبل تونس. مغاربيا، الرئيس الموريتاني يلتقي في باريس مع رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وذلك على هامش القمة الفرنكوفونية. رئيس الحكومة المغربية وفق مصادر إعلامية مغربية حمل تحيات العاهل المغربي إلى الرئيس الغزواني في مناقشة الجانبين للعلاقات الثنائية بين البلدين. إلى ليبيا وصحيفة الوسط: 61 منظمة تونسية تحذر من تزايد خطر طرد جماعي لمهاجرين من دول جنوب الصحراء إلى ليبيا، والسجن 10 سنوات لرئيس سابق لبعثة ليبيا لدى إيطاليا بتهمة الفساد المالي. ختاما من المغرب صحيفة الصباح: قرصنة أزيد من 4 ملايير من بنك مغربي، تحويلات إلكترونية متسارعة في 24 ساعة، والفرقة الوطنية للشرطة تدخل على الخط.
وخيانة بلائحة اللجنة التنفيذية للاستقلال. نزار بركة الأمين العام للحزب يحقق فوزا مهما وينجح في قص أجنحة ولد الرشيد وإبعاد ما تسميهم الصحيفة المساخيط. ختام هذه الجولة في أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية والتي خصصنا غالبيتها لتونس التي شهدت أمس الانتخابات الرئاسية التي سيتم الإعلان عن نتائجها الأولية مساء هذا اليوم على الساعة 7 مساء. إلى اللقاء. كل الشكر للزميل نبيل عبد اللوي على هذه الإحاطة بالصحف المغربية. الآن إلى زميلنا ناصر جودي وإحاطة مماثلة في الصحف الناطقة باللغة الفرنسية. مساء الخير ناصر. مساء النور بلولة. وتكون هناك سيكون هناك عنوانين بارزين في هذه المحطة للعناوين الدولية الفرنسية. حوار تبون، عنوان حول حوار تبون بعد الانتخابات الرئاسية التي كانت 7 سبتمبر في الجزائر، ماذا قال تبون، وأيضا الانتخابات الرئاسية في تونس. جريدة لوموند عنونت في صفحتها: الجيري لو بريزيدون تبون رجت ليدي دون فيزيت ا باري اي سون برون ا لا فرانس لي ريلاسيون انتر لي دو بيي سون ريدوفوني ديفيسيل ابري l'appui d'Emmanuel Macron au plan marocain pour le Sahara occidental auquel s'oppose Alger. Le dégel attendra. Le président Majid Tebboune a écarté samedi, lors d'un entretien télévisé, l'idée d'une visite en France qu'il a jugée humiliante dans le contexte de relations de nouveau très tendues entre les deux pays. « Je n'irai pas à Canossa », a lancé M. Tebboune, réélu à la présidence le 7 septembre avec 94,65% des voix, popularisé par le chancelier allemand Bismarck à la fin du 19e siècle. L'expression « aller à Canossa » signifie « aller supplier un pardon ». Elle fait référence à la démarche qu'avait été forcé d'entreprendre au 9e ou 11e siècle, parlant l'empereur germanique Henri IV, qui s'était rendu dans la ville italienne de Canossa pour y implorer le pape Grégoire VII de lever l'excommunication dont celui-ci l'avait frappé. Le point. Présidentiel en Tunisie, 89,2%, un score à l'algérienne pour Kais Saïd. Le sondage Sigma accorde un score triomphal au président sortant, un résultat contesté qui enfonce le dernier clou dans le cercueil de la démocratie. Sur les écrans de la Watania 1, la chaîne nationale publique, la soirée électorale se déroulait sur fond d'éloges de la nation, d'images de la guerre d'indépendance, d'interviews pré-résultats, le cas qui précède l'effervescence des duplex. Cette mosaïque de journalistes disposés aux quatre coins du pays, du Kef à Monastir Gafsa, le score de 89,7% à 10, sans voix des opposants, dont plusieurs centaines sont en prison, et confirmer le tournant algérien que prend la Tunisie sous la férule de Kais Saïd. 89,2%, c'est 5 points de plus qu'Al Majid Tebboune, 13 ans réélu en Algérie le 7 septembre. Un score écrasant, tempéré par une abstention de 73% d'après Sigma. La participation perd 21 points par rapport à la précédente élection de 2019. هذه أهم العناوين دلونا لك الخير. شكرا جزيلا لك يا زميلي ناصر على كل هذه الإحاطة. الشكر موصول لكم مشاهدينا، حتى نعود نلقاكم في الغد بإذن الله. نستودعكم الله جميعا ونترككم الآن مع قصصات الكاريكاتير. متابعة طيبة نرجوها لكم جميعا. إلى اللقاء.